بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. كنت جاية أشوف في تخفيضات ولا لأ عشان أخروا في التخفيضات، لقيتهم إن شاء الله بيقولوا يعني احتمال بكرة أو بعده هتبقى تخفيضات ممتازة، بس قلت أصور لكم فيديو كده عقبال التخفيضات ما تنزل إن شاء الله. نقول بسم الله ونبدأ. هنا طاق 36 قطعة على 99 ريال، 12 شاي و12 قهوة عربي و12 طبق، 36 قطعة على 99 ريال. متوفر منه عدة ألوان، الأخضر والموف والأسود. الأخضر بصراحة جميل، على 99 ريال 36 حبة. الطقم ده ما شاء الله 36 قطعة زائد سكرية على 155 ريال. نقشته ما شاء الله جميلة، الحروف العربية على فنجان الشاي وفنجان القهوة عليه بالحروف العربية، والقلب الأبيض اللي زي قلبكم البيضة، ربنا يجزيكم كل خير. ده شكل على 155 ريال اهو، والشكل ده على 143 ريال برضو 36 قطعة ما شاء الله. النقشة بتاعته برضو جميلة اهي، الطقم ده برضو بس 6 6 6، 18 قطعة على 59 ريال. ده جديد برضو، نقشة جديدة كده على 59 ريال. انتوا اصبروا بقى لما التخفيضات تنزل ان شاء الله، بيقولوا ان شاء الله تخفيضات ممتازة. ده على 59 ريال، وفي نقشة تانية برضو منه بس بالخط العربي اهي، جميلة جدا الشكل ده ما شاء الله، هما كلهم جمال. تخفيضات العائلة ما شاء الله، اشكال جديدة من اطقم الضيافة، شكلها بصراحة ممتاز. النهاردة ان شاء الله كل عام وحضراتكم بخير، النهاردة 10 رمضان، العشرة الاوائل من رمضان، اليوم 10 رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. ده على كام؟ على 129 ريال الشكل ده، برضو 36 قطعة، ده ب 99. انا اللي عايز كريستال صافي ده على 105، الطقم ده على 105. ده طقم قهوة تركي وشاي، وبيجي معاه تمرية أو سكرية، يعني دي تمرية. وهنا الأطباق، لا دي بتاعت التمرية وسكرية، ما شاء الله طقم كامل متكامل، تمرية وسكرية وستة شاي وستة قهوة وستة أطباق. متوفر منه عدة ألوان، يعني ايه نقشات مختلفة يعني ايه. هنا الطقم ده 12 شاي و12 قهوة على 149 ريال، 149 ريال. ادي دي نقشة تانية 169 ريال، 36 قطعة زائد السكرية ما شاء الله. اطقم ضيافة يعني زي ما حضراتكم عايزين، في 18 قطعة، في 36 قطعة، ونقاشات مختلفة. ده طقم تراثي، نقشة تراثية اهي، السفن والنخلة، جميل. ده 18 قطعة على 95 ريال. الطقم ده عليه خصم 30%، كان بكام؟ ب 159 ريال، اخصموا 30%، هو 38 قطعة، 36 قطعة قصدي، 12 شاي و12 قهوة و12 طبق. هنا عاملين خصم 50% على كل الأطقم دي، كل الصف ده عليه خصم 50%، يعني كل يعني ايه
الأسعار مختلفة يعني، بس هم عليهم خصم 50%. يعني ده شكل أهو، يعني دي مثلا كانت بكام؟ ب126 ريال، أخصموا 50%. وده برضو بيقولك كان ب140، ده 36 قطعة عليه خصم 50%. ونقشة تانية اهي، ونقشة اهي، حسب السعر خصم 50%. الصف ده كله ده عليه خصم 50%. وفي عروضات ان شاء الله بعد، يعني ممكن بكرة او بعد يا جماعة، عروض بيقولوا عروضات ممتازة ان شاء الله يعني. بس انا جيت قلت ايه، اصور لكم فيديو كده واعرف امتى التخفيضات. هنا دي تشكيلة من فناجيل القهوة العربي، سيراميك، نقشات مختلفة اهي. دي نقشة ودي نقشة، بس تقعد الواحد بقى يقعد يدور على السعر. ده ب18 ريال، على 18 ريال كلهم دول. هنا الفنجال بالطبق، دول كانوا خلصوا ووفروهم تاني على 5 ريال 75 هلة. الفنجال بالطبق على 5 ريال 75 هلة، 75 أيه. أشكال مختلفة يعني، دول مطلوبين جدا وبيتشالوا على طول. الطقم يعني الحبة، الفنجال بالطبق على 5 ريال 75 هلة، وتختاروا النقشة اللي حضراتكم عايزينها. نقشات مختلفة، دي برضو أكواب سيراميك جديدة أو مجات جديدة بدون يد على 5 ريال 75 هلة، 5 ريال 75 هلة. في للشاي وفي للقهوة اهو. الشكل ده على 11 ريال ونص، سيراميك او فخار. ب115، او تقارنوا الاسعار لما يعملوا تخفيض تشوفوها كانت بكام وبقت بكام. هما بيبقوا كاتبين يعني على 5 ريال، دي على 5 ريال، 5 ريال دبل جلاسز 11 ريال ونص، دول على 5 ريال برضو. الفنجال بالطبق خمسة ريال، الناس اللي بتحب التجديد على 5 ريال. بس دي صعبة متهيألي، واحدة يفكها ازاي دي؟ واحد عايز الحاجة السهلة العملية يعني، الواحد عقبال ما مش هادية تطلع. دي صعبة بصراحة. هنا ما شاء الله كل المجات دي على 5 ريال 75 هلة، أشكال كتيرة. دي مج الحليب ده اللي هو البارو ده، ما شاء الله المجات، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المج كبير جدا ما شاء الله، مكتوب عليه كوفي، شوفوا كبير، على 5 ريال 75 هلة. كلهم الأشكال دي على 5 ريال 75 هلة، أشكال متنوعة من المجات، وربنا يستر ما يقعش. ده شكل برضو شكله حلو بغطا، الغطا بتاعه سيراميك، على 5 ريال 75 هلة. الأشكال ممتازة بصراحة، أشكال جميلة جدا وبغطا، جميع الأشكال دي على 5 ريال 75 هلة. في فخاري برضو، الفخاري ده على 9 ريال، 9 ريال. هنا أطباق حلويات فواكه يعني، الأربعة على 5 ريال 75 هلة. في منه عدة نقشات يعني، دي نقشة ودي نقشة،
على 5 للـ75. هلا ده برضو الاتنين ولا التلاتة هدول، دول حق الايس كريم، 2 حبة على 5 للـ75. هلا في صغير برضو 3 على 5 للـ75. هلا كاسات، الله ايه الكوبايات الجديدة دي، شوفوا ده شكل جديد مجوفة، الحبة على 5 للـ75. هلا واخدة شكل تلجي كده، كأنكم حاطين فيها تلج يعني، ده جديد ده، شوفوا من جوه مفرغة يعني، مجوفة من القاعدة بتاعتها، متجوفة فاضية يعني، ده جديد أول مرة أشوفه بصراحة. دول 4 مع بعض على 5 للـ75. هلا يعني يستعملوا طفايات، يستعملوا للمكسرات يعني أي حاجة. هنا دي أطباق فاكهة أكريليك على 5 للـ75. هلا أطقم شوربة، شوربة رخامي 148. طقم شوربة 7 قطع على عرض 79 ريال، 135 ريال الطقم ده البنك ده، والغطا بتاعه فلونكة، والبولات بتاعته بيد حلوة، الأم يد دي حلوة، 6 بولات والبولة الكبيرة ده ما شاء الله. الطقم الصوصات ده او للبطاطس، طقم بطاطس توفر منه كذا لون اهو، الطقم ده على 5 للـ75. هلا هنا البطاطس، هنا بقى تحطوا الصوصات اللي انتوا عايزينها، مايونيز، كاتشب، مسطردة، على 5 للـ75. هلا في الاستاند بتاعه متوفر منه اللون الاحمر واللون اللون الابيض حلو برضه، طقم بطاطس. هنا بقى ده سخان بوفيه عامل زي السفينة الفضائية ويا راسي على الارض، وليه يدين يتشال منهم ما شاء الله، وبقفل حلو في التقديمات ده، وتحطوا الشمعة من تحت، هو مالوش شمعة بس انتوا ممكن ايه تحطوا الشمعة من تحت عشان الحاجة تفضل سخنة، على 239 ريال، استيل ذهبي. اهو هو سيراميك من جوه ولونه ابيض، الله. الطقم ده باين اللي عليه تخفيض على 79 ريال، رمضان يوم مكتوب اهو، وكذا لون اهو من اللي هم اللي عليهم في يونكا، ده طقم شوربه برضو حلو 148. اشكال كتيره من سخانات البوفيه واطقم الشوربه. النهارده 10 رمضان، كل عام وحضراتكم بخير، العاشر من رمضان. اطقم شاي، هنا اطباق اكريليك للحلويات في الغطا بتاعها، عشان اتسالت عليها قبل كده كنت مصوره وما قلتش الاسعار، على 85 ريال الطبق ده، ده على 89، ده اكريليك صافي على 85 ريال، 96 ريال، مش عايزه اطول عليكم بقى ان شاء الله كده، كله ده اكريليكات ما شاء الله، ده بيضاوي حلو ده.
فين. ما شاء الله طقم الفطور ده ب93 ريال. غدار ونقشة تراثية، والصينية برضو غدار 93 ريال، والقطع بتاعته كتيرة ما شاء الله، والغطاء أكريليك وعليه نقشة تراثية. تمانية، واللي في النص دي 9. صينية فطور في الحجم الكبير وفي الحجم الصغير، ومتوفر منه عدة نقشات اهي، ونقشات تراثية. حلة الضغط الأفغاني عملاقة ما شاء الله، كنا مصورينها قبل كده. نختم هنا إن شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.